ليست صحراء قاحلة. رغم الإبداع البشري إلا أن قدرة الخالق في تصوير كونه فاقت كل الحدود. داغيت، لؤلؤة بشار. مع اشتداد حرارة الطقس إلا أن هذه المنطقة تزدحم بسياحها في رأس السنة الجديدة، فاختار السياح هذه المرة الابتعاد عن صخب الفنادق والتوجه إلى قلب بشار لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة وخوض رحلة شيقة فوق بحار من الرمال الذهبية. إنها تاغيت أو تاغوت، والتي تعني الصخرة أو الهضبة. بصفتي كحرفي وصاحب محل صناعة تقليدية هنا في تاغيت، يجو السياح يقتنوا تذكار من مدينة تاغيت اللي يرمز للصحراء، اللي يرمز للمنطقة، كما يشرو يقتنوا بزاف القارورات صناعة الرمل، يقتنوا بزاف لي طابلو، اللوحات المصنوعة من الرمل الطبيعي، يقتنوا بعض المحنطات كما العقرب، كما حشرة العقرب محنطة، ويقتنوا تاني دبس التمر، الرب تاع التمر، كونفيتير تاع التمر، ويقتنوا التمر، ويقتنوا الشاش تاني، الشاش باش يديروا به صور تذكارية على الجبل ولا على الكثبان الرملية. يجد السياح نفسهم في جولة بين قصورها وأسواقها لاقتناء الهدايا التذكارية من لوحات بمختلف الألوان وملابس تقليدية وساعات رملية. وتشتهر المنطقة بالصناعات التقليدية والحرف كالرسم بالرمل وعلى النحاس وغيرها من الصناعات، وهكذا لا يعود السائح فارغ اليد. حرف تقليدية تصنع باليد، تمتاز بالحرفية والدقة في تصميمها، وتباع بمبلغ زهيد. الغاية منها التعريف بحضارة وثقافة هذه المنطقة والترويج لها، حتى يتسنى للزائرين أخذ تذكارات معهم لمختلف بلدان العالم. كذلك تباع مأكولات تقليدية آنية الصنع، لها مذاق خاص ومتميز، ولا يشترط البائع الشراء حتى يأكل السائح، فمن أصولهم كرم الضيافة. هذه خبز شحمة نعيطوا لها احنا المخلعة، مخدومة بالشحمة بالبصل بيوم داشي كيما هاك، حاجة أكلة تقليدية شعبية محبوبة عند الناس كاملة الولاية تاع بشار. حبوبة المخلع، كاين طعام، كاين الكسكس، هما يعيطوا اللي هو الكسكس طعام، كاين دجاج مردوم، لحم مردوم، مهم حاجة بوغة، حاجة تقليدية. أما أشهر المأكولات الشعبية هي المخلعة، أو كما يسميها البعض بيتزا الصحراء، إضافة إلى الخبز المطمور تحت الرمال
أين تمتزج اللذة مع البساطة ليبقى ذوقها متأصلا في الفم. تحتوي تاغيت على فندق مهم صممه أحد المهندسين الإيطاليين، افتتح سنة 1969 ويعتبر معلما سياحيا ذو 3 نجوم. له طاقة استيعاب 120 سرير، 60 غرفة، مسبح ومطعم يقدم خدماته لأكثر من 200 وجبة، ويحتوي أيضا على 2 قاعات للاجتماعات. لا يمكن للسياح الذهاب إلى تاغيت دون التمتع بكثبانها الرملية التي يبلغ علوها 800 متر، والتزحلق عبر مرتفعاتها عن طريق الدراجات الرباعية، والركوب على الجمال للتجول بين سحر رمالها وجمال واحاتها ونخيلها. أما ليلة رأس السنة الجديدة فهي عرس صحراوي تقليدي، أين يكون سيد الليلة الشاي الشديد المرارة الذي يوقد فيك روح السهر والسمر حتى تتغلب على النعاس وتبقى مستيقظا لتشهد أجمل احتفال في جو ملهم وساحر تحت ضوء النجوم الساطعة في سماء براقة وسحر رمال ذهبية مضيئة كأنها فوانيس لماعة.
هكذا هي الاحتفالات في تاغيت التي تمسيك متاعب سنة. Thank you.